المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أيها المشاهدون، أحييكم أحلى تحية وأجمل تحية، وأقول معكم: وأما أنت إذا أحببت فلا تقل الله في قلبي، بل قل أنا في قلب الله. ومن قلبي مدينة السلام الناصرة، مدينة البشارة، أقول معكم مرة أخرى: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرة، ودعا اسمه يسوع. Thank you.
عم بخير. Thank you.
ونبقى معكم الآن مع بعض المقابلات التي أجريناها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من ثم ننتقل بكم لمتابعة المسيرة من المحطة الثالثة في سينما ديانا. فإلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، وراء كل مسيرة ناجحة رجل عظيم ناجح. هذا الرجل العظيم الناجح هو أبو حنة أنطوان شاهين. أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا. يا هلا. شكرا أبو حنة، أمنياتك كلمة حلوة للجمهور للمشاهدين بمناسبة عيد الميلاد في سنة 1992. احنا صحيح بنلتقي في هذا البيت العامر في كل سنة، بنلتقي في هذا البيت العامر بيت أبو إدوار، وبننطلق من هون أو من هون بالضبط من تمثال مريم العذراء إلى كنيسة البشارة، وفي هاي المسيرة اللي بيشترك فيها جميع السرايا الكشفية، وطبعا بالتعاون مع أخونا مجيد اللي بقف على رأس منظمة الكشاف الكاثوليكي. وفي هاي المسيرة بيكون في سرايا الكشاف وجوقات ومدارس، بنفتخر في هاي المسيرة لأنه هاي بتظهر وجه الناصر الحقيقي، وجه من التآخي في منظمة في بين سرايا الكشاف. عندنا الكشاف الإسلامي بيشترك، والمسيرة هاي لجميع أهل الناصري، وفعلا جميع أهل الناصري بيشتركوا بمختلف فئاتهم معبرين عن التآخي ومعبرين عن بهجة عيد الميلاد، لأنه عيد الميلاد هو عيد بهجة. احنا كمان دعينا كثير من مجموعات السواح اللي راح يحضروا هاي المسيرة. طبعا بالإضافة لهاي المسيرة في الحفلة التقليدية، حفلة الاستقبال التقليدي بتقيمها بلدية الناصري لرؤساء الطوائف وفئات الناس الشعب، وكذلك الصلوات اللي تقام في حوالي الساعة 7 في عدة كنائس في الناصري والألعاب النارية. القصد انه اظهار بهجة العيد في هاي البلد وإظهار التآخي، ونتمنى إنه هاي المدينة تأخذ محلها اللائق في عالم السياحة والحج المسيحي، وتحافظ على الطابع تبعها، ونتمنى لمؤسساتها جميعا ولشعبها كل خير وبركة. نتأمل إنه سنة 3، أولا عيد ميلاد مجيد للجميع، أعياد ميلادية كمان للي بعيدوش على التقويم الغربي على التقويم الشرقي، وبنتمنى انه سنة 1993 تكون سنة سلام حقيقي شامل للي بخيم على ربوعنا في الشرق هون وعلى كل العالم. شكرا ابو حنة، وان شاء الله الله يسمع منك. يا هلا فيك. شكرا، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وطبعا من غير الدينامو الناصري، الدينامو اللي بحرك كل البلد، مين طبعا من غير ما تشوفوه راحين تعرفوه؟ ابو معروف. يا هلا ابو معروف، اهلا وسهلا فيك، كل عام انتم بخير. تحضيرات هاي السنه لمسيره العيد، للترتيبات، تزيين الاشجار، طبعا انت مع فهيم زعاتري والمجموعة الشباب اللي حواليك، رياض طنوس ومنير زعاتري ونبيل توتري، معنا الشباب هون اللي عملوا كتير مشان تزيين الهيدا. بدنا كلمة حلوة منك في مناسبة العيد. احنا كل سنة بنقوم بلجنة هاي كلياتنا مع الشباب، بنزين الشجر، بندور على المستشفيات، على الملجأ العجزي، على كل المحلات الديورة، بنفرق الورد والاكياس الملبس، وكل سنة بنعايد على كل الأديرة والناس. ومسيرتنا احنا المساعدة تبعتنا لتزيين البلد انه منزينها لكل البلد، لإسلام ومسيحي، لانه هذا العيد بخص الكل، واحنا بنحب الكل يشارك في هذا العيد، لانه هذا عيد لكل اهل البلد، لا لفلان ولا لعنتان، انه هذا البيت العيد كلياته هذا لمسيرة السلام، مسيرة المحبة والاخوة. بنطلب من الجميع دائما وكل سنة يشجع ويساوم محلات من إسلام ومسيحي، لأنه إحنا بلد فيش لنا أي تفرق بين هاي وهاي. وبنتأمل كل سنة كمان على عيد رأس السنة إنه بنطلب من الجمهور كأخو كمحبة إنه ما يرزتوش على عيد رأس السنة بالليل القناني والكزاز ويضايقوش الناس بالعيد. فإحنا بنحب يكون كل إشي العيد ماشي كمحبة وإخلاص للجميع. وكل عام وانتم بخير. اهلين ابو معروف، يعطيك العافيه. نبيل توتري،
نبيل. يمكن نبيل بيعمل بس على السكت، ابو معروف بيعمل وكمان بيحكي الله يخلي لنا اياه. نبيل توتري السنه في كان في صعوبات في التزيين، جابهته صعوبات معينه. خلينا نقول انه هاي السنه لقينا اكثر تعاون من بلديه الناصري، اعطتنا متبرع عشان نقدر نزين اكثر، ساعدتنا في تزيين قسم من الشجر اللي احنا كنا كل سنه نهتم فيه، قسم هي زينته وقسم احنا زيناه. اللي بيطلع في البلد بيشوف انه في تغيير في الزينه هاي السنه. الناصر عم تحضر لسنه 2000، سنه 2000 الظاهر راح تكون في العناوين، والبلديه فاهم الموضوع هذا، وعشان هيك وعدتنا انه السنه الجايه يكون في تزيين اكثر من هيك. اللي بحب اقوله بس انه السنه اللي مرقت الزين اللي علقناها كلها تقطعت بعد العيد، في شباب عجبتهم الكوابل الظاهر فاخذوها، الظاهر اخذوها، وبنتامل انه السنه هاي الكوابل تضل محلها ونضيبنا عليها ان شاء الله. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. فهيم زعتري ممكن شوي تقرب، شو كان دورك هاي السنه فهيم؟ والله مساعدين ككل سنه، احنا من المؤيدين للحركة التزيين في الناصرة، اساعد اخوي على تظبيط الكوابل الناول ونقيم نحط، هاي كل مساعدتنا يعني للخدمة، دائما احنا في خدمة البلد في اي ظروف طارئة، ان اعياد وان كانت غير اعياد. وان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وعافية. اهلين، يا هلا اهلين سيدك. رياض تنوز كمان من المشاركين، طبعا شو كان دورك هاي السنة رياض؟ طبعا تبلدت التاكسي وقعدت ها؟ اول شيء بنحب نعايد على الناس، بنقول لهم كل عام وانتم بخير، بتامل من الناس يشاركوا بالمسيرة مشاركة فعالة، مش يوقفوا بالشوارع يتفرجوا بل يمشوا مع المسيرة. ونتأمل من كمان الطقس يساعدنا، احنا طبيعي زي كل سنه مع لجنه التزيين قمنا بتزيين الشجر ودرنا على المستشفيات، حديث صاروا حاكين عليه وعلى المستشفيات وعلى المنجل العجزي، قمنا بالواجب حتى المرضى يشعروا انه كمان هن يعيدوا معنا مع انهم بالمستشفى، اما يشعروا انه في عيد. وبتمنى للناس سنه جديده تكون سنه خير وسنه سعاده. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. منير 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 خليك معي. كمان منير زعاتري من المشاركين اللي دائما بيشاركوا، وبدي اشكره دائما على انه عنده محطه البث التلفزيوني الكوابل اللي ببث عليها البرامج المليحه والشيقه. ومنير شو كان دورك هاي السنه في تزيين الناصري بعيد الميلاد؟ احنا بنكون كل سنه بنفس الموضوع بنفس البرنامج اللي احنا بنزين فيه الشجر، بنطلع على الشجر بنزين من الكوابل ننزلهن، بس هاي السنه عن جد يعني كانت صعوبه لنا انه الشجر اللي زينا ديك السنه وبنتعب عليه حتى بالليالي اجينا عليه لقيناه كلياته مسروخ، مثل ما قال الاخ نبيل توتري انه الناس ساقت لها الكوابل واخذتها، زي بتقول فيش حدا عنده لمبه بالدار تسرق الكابل، عن جد يعني احنا لقينا صعوبه لنا، وبس مهما كل الصعوبات احنا بنضحي. هاي السنة كمان طلعت على الشجر؟ طلعنا على الشجر، الشجر اللي كان مقطع رتبناه وضويناه وكانت بهجة حلوة، كيف كمان بنقول انه بنشكر بلدية الناصرة اللي ساهمت بهذا الشيء وزينت معانا الناصرة انورت اكثر، واحنا مستمرين مع الشعب حتى يكون مبسوطين واحنا مبسوطين اكثر، وبنقول للكل كل سنة وانتم سالمين. وانت سالم ان شاء الله يا منير، والله يخلي لي اياك، يا هلا فيك. ونعود إليكم من جديد وننتقل معكم إلى محطتكم الثالثة في سينما ديانا لنتابع معكم هذا المهرجان العظيم احتفاء بمولد الرب يسوع المسيح. معكم وراء الميكروفون مريم بشارة برفقة المصور نزار يونس. أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. أبشركم بفرح عظيم، ولد لنا مخلص وهو المسيح. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، العمي يبصرون والموتى يقومون،
والأسرى يضحكون والمساكين يبشرون. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا، المجد لك. أيتها العذراء مريم، أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم. حست مقاما في السماء فوق الخلائق تقسما، وبلغت في التقديس ما عنه الخلائق تحجم. جبريل وافى الناصرة ببشارة لك باهرة، قال افرحي يا طاهرة ولك الهناء الأعظم. رب الملائك والبشر يهديك مجدا مفتخر، إن المسيح المنتظر من جسمك يتجسم. أرسل الله ابنه الوحيد نورا للأمم، واحتجب في حشا مريم البتول ومنها تجسم. 9 أشهر حملت مريم بحامل الأكوان، ولم تحس منه بثقل لأنه إله وإنسان. زادها طهرا ومكثت بتولا تدهش الأذهان، قبل الميلاد وفيه وبعده وما دام الزمان. Come on, come on, come on.
الشباب شباب تسجيل الناصرة الذين لأسبوع كامل يزينون شجر الناصرة بزينتها الجميلة. كما ونشكر مكسر الأرز على تصويره مسيرات الميلاد وبثه له. نحيي كشافة الصداقة الناصرة التي اشتركت أيضا في هذه المسيرة. ستدخل الآن فحيوا معي فريق الصداقة.
حضرات رؤساء الطوائف والآباء الأفاضل، ممثلو البلدية، متولي وقف الجامع الأبيض، الأخ عاطف الفهوم، أيها الإخوة والأخوات، باسم اللجنة المشتركة مع منظمة الكشاف الكاثوليكي لمسيرة عيد الميلاد وباسم وزارة السياحة أشكركم جميعاً وأرحب بكم وأهنيكم. تحية خالصة. منير ولا راح نحط ستاند جنبه ستاند جنبه. وأخص بالذكر سرية كشافة الجليل الإسلامية. جميع المؤسسات والمدارس والجمعيات والنوادي التي اشتركت في هذه المسيرة التقليدية مسيرة السلام في مدينة السلام الناصرة مدينة البشارة والتجسد. وأود أن أشكر جميع الذين ساهموا في هذه المسيرة والذين زينوا السيارات وزينوا الشجر. لقد عبرتم جميعا عن وجه الناصر الحقيقي، الوجه الأبيض الناصر البياض الذي هو وجه التآخي بين الجميع. وهذه البهجة بميلاد السيد المسيح رسول السلام والمحبة. نتقدم بالشكر إلى لجنة التزيين التي زينت الشجر، وإلى بلدية الناصرة التي زينت الشوارع والشجر، وإلى مجموعات الشباب والشابات الذين زاروا ملجأ العجزة والمستشفيات لتقديم الهدايا بمناسبة هذا العيد. كما نشكر أفراد الشرطة الذين ساعدونا في المحافظة على النظام والترتيب. نشكركم ونعايدكم جميعا، متمنين لكم عيدا سعيدا وسنة جديدة من أهل اليمن والخير والبركات والسلام الذي نتمنى أن يعم هذه الربوع المقدسة. كما نتمنى لإخواننا اليهود ولتزمورة تافيرا كراس عيد إخواننا اليهود بمناسبة عيد الحنوكا عيد الأنوار أكسميح في شناتوها ميري كريسمس جويل نويل بون نتالي أكسميح في شناتوها وكل عام وأنتم بخير. إنني أرجو من سيادة رئيس الأساففة سيادة المتروبوليت ماكسيموس سالوم أن يختم هذا اللقاء متأملين أن نلتقي كل سنة في مثل هذا الوقت لكي يمنحنا بركة العيد. فليتفضل. وكل هذا الشعب الحاضر
في هذه المدينة. وندعو إلى الله تعالى أيضا أن يوفق لقاء السماء مع الأرض ولقاء أهل الناصرة من مختلف طوائفهم وأديانهم يلتقون في مسيرة شعبية ودينية لكي يبرهنوا للعالم أجمع أن مدينة الناصرة هي مدينة السلام، هي مدينة المحبة، هي مدينة التأخي والتعاون. وندرع إلى الله تعالى أن يبارك شبابنا وبناتنا وكل هذا الشعب الحاضر في هذه المدينة. وندرع إلى الله تعالى أيضا أن يعطينا السلام لكل هذه البلاد المقدسة، وأن يعطينا السلام العادل والسلام الشامل. الناصرة خصوصا والعالم أجمع يستعد لاستقبال سنة 2000 بعد التجسد، وهذا هو الاستعداد الطيب بين جميع الشعوب لاستقبال هذه المواسم بالمحبة والتكريم. شكرا لكم، الله يوفقكم، الله يبارك عائلاتكم، وكل عام وأنتم بخير. Thank you.